اهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الكابتن حسن شحاته مع بتروجيت. كابتن حسن شحاته لعب 9 مباريات فقط مع بتروجيت، كسب في 3 وتعادل في 3 وخسر في 3، يعني 3 ماتشات مكسب و3 تعادل و3 خساره، في حين ان انبي لعب مع كابتن طارق العاشر 16 مباراه فاز في 3 تعادل في 11 مباراه وخسر في 2. بالرغم من كده الكابتن حسن شحاته قال لهم شكرا جدا، انا مفيش توفيق معاكم، والراجل بصراحه مشي معزز مكرم. كابتن عبد الناصر، والله كابتن حسن شحاته طبعا من اعظم المدربين في تاريخ الكره المصريه، ودي محدش يقدر يتكلم فيها، ده راجل تاريخ يعني المعلم بتاعنا. لكن يعني انا شايف ان بدات تجاربه في الانديه ما تبقاش موفقه. يعني كابتن حسن شحاته تاريخ كبير وكلنا بنعتز بيه، وكلنا يعني بنعتبره المعلم بتاعنا وكبير المدربين دلوقتي. يعني اتمنى ان هو كابتن حسن شحاته لو هيشتغل في انديه يشتغل كمستشار فني، يشتغل في التحليل الماتشات في القنوات التلفزيونيه، لان طبعا برضو ربنا يديله الصحه. كابتن حسن شحاته دلوقتي تقريبا 70 او 71 سنه. يعني ممكن ما يكونش، بص يا كابتن ميدو، ممكن ما يكونش بجاري الجيل الجديد اللي صاعد. برضو معلش في اختلاف في الافكار بين الاجيال، طب دي حاجه طبيعيه جدا. احنا نفسنا يعني احنا الصغيرين مثلا 45 سنه او 46 سنه، لما باجي اتعامل مع جيل الصغير قوي يعني بجد صعوبه. بالزبط. مع ابني بيبقى برضو محتاجين شغل مختلف عن احنا ما تربينا. فيعني طبعا كابتن حسن شحاته يعني كلنا ما نقدرش نتكلم عليه، يعني راجل كبير وتاريخ كبير يعني. ربنا يوفقه في خطوته اللي جايه، اللي نتمنى ان هو يختارها بعنايه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل، لا طبعا يعني في كرة فيها توفيق وعدم توفيق، وده شيء وارد. كابتن حسن طبعا ما حدش يقدر يتكلم، يعني من الناس اللي عملت تاريخ لمصر، تاريخ كبير جدا. كابتن حسن حتى اخذ وقت طويل جدا جدا، خد بالك كابتن حسن اخر واحد في جيله اشتغل في مستويات عاليه، يعني كابتن حسن حتى اخذ فتره طويله جدا، ممتاز بكتير فعلا، ممتاز بكتير كتير جدا، واخذ فتره طويله جدا بصراحه. بالمقاولين كاس مصر، واخد بالمقاولين كاس مصر وكاس سوبر الاثنين، من الاهلي والزمالك، واخد من الاهلي كاس مصر ومن الزمالك كاس سوبر. فحاجه بصراحه يعني حاجه من الحاجات الظواهر اللي موجوده في مصر بصراحه. بدا متاخر في الدوري الممتاز، يعني كابتن حسن شحاته بدا يشتغل دوري ممتاز من 2004 او 2005 وبدا منتخباتنا 2005، وما كانش كابتن حسن ما كانش صغير برده. ففي حاجه بصراحه، حاجه من الحاجات الكويسه جدا، عمل لمصر تاريخ كبير جدا في اخر 6 سنين، من 2006 ل 2010 في ال4 سنين او ال5 سنين دول ما كانش موفق في وصول لكاس عالم، ولكن عمل حاجات كتير جدا. وارد جدا انك موافق او مش موافق في التدريب، وده دي كوره يعني عامه يعني. وهو التدريب يا كابتن برضو يعني خلي بالك عشق، يعني الواحد ما بيقدرش يبعد عن الملعب. ممكن يكون كابتن حسن شحاته مش عايز يبعد عن الملعب كده عشان كده، لكن احنا بنتكلم الكلام ده لان احنا كلنا بنحب الكابتن حسن، يعني عايزينه دايما يبقى في افضل صوره ويظهر في احسن صوره. يعني ده معلم الكره المصريه. كل التوفيق طبعا للكبير جدا الكابتن حسن شحاته في اي خطوه بيخطوها. يعني نقول نتائج الجولة 26 بسرعة. كابتن عبد الناصر، كابتن عادل، الداخلية مع مصر المقاصة، كان مصر المقاصة اقتنص 3 نقاط غالية جدا من الداخلية في قلب الداخلية، في حين الداخلية كان في عرض نقطة واحدة. احنا اتكلمنا طبعا عن إيهاب جلال، وقلنا إن إيهاب جلال مدرب قدير ومغير شكل الكورة عموما. يعني في بإيجاز بقى عشان احنا وقتنا قرب. بإيجاز كابتن إيهاب جلال، أنا شايف إن هو من الناس اللي بتتطور بسرعة جدا، مطلع. لازم تبقى لازم وانت مدير فني لازم يبقى عندك خبرات فنيه في اللعب، ولازم يبقى عندك خبرات في القرايه وفي الاطلاع، لازم تثقل موهبتك. دي من الحاجات اللي يعني طبعا حاجه تحصل لكابتن ايهاب جلال، والحاجات المحترمه. مدرب عمل نفسه اسم كبير في مصر، وهو مش من نجوم اهلي وزمالك. تمام. حاجه يعني حاجه انا بصراحه مبسوط بيه وفرحان له في نفس الوقت، ان هو الشخصيات المتزنه. الاحسن من كده ان هو في عز تألقه دوت، هو لسه برضه محافظ على هدوءه، محافظ على اتزانه. يعني ما شاء الله عليه، يعني دماغه ما اخدتوش لحاجات بعيده زي ما في ناس كتير بيحصل معاها. راجل متزن، وانا يعني انا بحييه بصراحه وبتمنى له التوفيق في الفترات اللي جايه كلها. حلو. الاتحاد وطلائع الجيش كابتن عبد الناصر، الاتحاد قدر يكسب 3 اهداف مقابل 2. شايف الاتحاد ازاي مع ماكيدا؟ الاتحاد راح ورجع وراح ورجع. هو من المره اللي فاتت كان بيقدم كره حلوه وما كانش يمشي، مشي ورجع تاني بيقدم كره جميله جدا. بس انا عايز اقول حاجه، انا اتفرجت على المباراه دي،
بصراحه طلائع الجيش ما كانش موفق خالص، خصوصا محمد اشرف. محمد اشرف الفرويد، مش محمد اشرف رؤى بتاع نص الملعب بالظبط. محمد اشرف الفرويد تحركاته هايله. انا النهارده قابلته قلت له، اثنيت عليه بصراحه، وكنت بتكلم مع كابتن طارق يحيى، قلت له حظكم وحش جدا. فعلا حظهم وحش جدا، ضيعوا فرص كتير قوي، وخصوصا والنتيجه 3-2. كان يعني انا شايف ان النتيجه الاقرب كانت 3-3، لكن هي يعني انت عارف الكوره بتروح وتيجي، والاتحاد كان موفق اكتر مع تفوق احمد الالفي نجم الاتحاد في المباراه دي، سجل هدفين. يعني انا شايف ان كان النتيجه الافضل للمباراه دي او الاقرب كانت التعادل، لكن الاتحاد بنقول له مبروك على المباراه. تمام. اسوان والشرقيه انتهى اللقاء بهدف لكل فريق يا كابتن عادل. لا اسوان والشرقيه لا، يعني اسوان مع كابتن اسامه طبعا. اسوان بصراحه بيأدي بشكل كويس جدا. كابتن اسامه عروي برده من الناس اللي مش هقول لك مظلوم، ولكن يعني ممكن يكون دورها اتاخر شويه في وجودها في الساحه. اعتقد الفتره دي ان شاء الله ترجعه تاني. كابتن اسامه عروي من الناس المدربين المحترمين، لا هو في الجيل القديم ولا هو في الجيل الشباب، يعني ما بين الجيلين. وهو راجل حاجه عنده خبرات كبيره مع النادي الاهلي ومع منتخب اولمبي ومع الفرق اللي دربها قبل كده. بتمنى له التوفيق، وان شاء الله يبقى يعني يقدر يعمل حاجه مع اسوان في الدوري الممتاز. يعني كابتن اسامه عربي وكابتن عماد النحاس وكابتن عبد الناصر مرشحين مع كابتن مختار مختار لتولي القياده الفنيه لفريق بتروجيت، شايف مين الاقرب؟ رايي الشخصي عماد النحاس يروح. يعني انا رايي ان لازم بتروجيت يجيب مدرب شاب عادل. لا ده نادي، انا ما اقدرش. لا رايك. لا 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 مش لا، دي اراء الاصلح للمكان هو اللي يروح. واحنا ليه ما نقولش راينا؟ لا اقول لك بس، ما هو ده اللي اتفقنا عليه. انت المكان هو ليه خصوصيه، المكان ليه كله. انت رؤيتك كعادل مصطفى. انا كرؤيتي المدربين ثلاثه كويسين، بتتكلم في ثلاث مدربين كويسين. لا هم ثلاثه محترمين طبعا كويسين. شباب. اصل انت بتختار منتخب، انت بتختارش منتخب، بتختار نادي، ونادي انت ما تعرفش ايه اللي جوه، ما تعرفش ايه طبيعه النادي اللي جوه، ما تعرفش ايه طبيعه اللاعبين. فانت النهارده انا ده اللي انا كنت بتكلم عليه معاك فيه، ان انا ممكن النهارده اروح اختار مدرب وانا اصلا مش عارف يعني طبيعه اللعيبه. انا ممكن اروح اختار مدرب بصفات شخصيه قويه جدا جدا جدا، واللعيبه مش محتاج كده، والعكس. ممكن اروح اختار المدرب شخصيته هاديه واقول طيب، واللعيبه بتكون محتاجه شخصيه قويه. فانت اللي بيقدر يحدد دي هو اللي جوه النادي، مش طيب احنا يعني. قبل ما نشوف بتروجيت مع النصر التعدين او نتكلم على هذا اللقاء، نطلع فاصل الاخير ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفصل كنا بنتكلم كابتن عبد الناصر عن لقاء بتروجيت والنصر التعدين، واستضفنا الكابتن كشري واتكلم طبعا يعني بالتفصيل عن هذا اللقاء. اللقاء انتهى بفوز النصر التعدين بهدف مقابل هدف عبد العزيز امام. هدف جميل طبعا، من الاهداف الحلوه اللي شفناها السنه دي. ده انا عايز اقول لك ان عبد العزيز امام ده حاطط احلى هدف في الدوري في الماتش مع المقاولين. لو حد اتفرج هدف عادل ولا اروع من كده. كورنر خده على الطاير كده، حاجه في الزاويه البعيده، حاجه جميله جدا. بس طبعا عشان هو لعيب في النصر التعدين، فما سلطوش عليه. لا والله في لعيبه مميزه في النصر التعدين، زي ما قلنا كمان احمد مدبولي من اللعيبه المميزه قوي. النصر التعدين يعني كان احق بالفوز في المباراه دي. كابتن احمد كشري عمل تكتيك مميز قوي، وقدر ان هو يسيطر على ارجاء الملعب. لعيبه بتروجيت فيها حاجه غريبه، ما اعرفش يعني ما عندهاش حس كده، ما عندهمش الطموح او الحميه، ما اعرفش ليه. سامع ان في مشاكل ماديه، الله اعلم يعني ده مظبوط ولا مش مظبوط. بتروجيت نتمنى ان هي ترجع لسابق عهدها طبعا. النص التعدين مع كابتن احمد كشري، نتمنى ان هو يطلع من دايره الهبوط، لكن هو يستحق الفوز في المباراه. اكيد نتمنى طبعا برضو بتروجيت ترجع لسابق عهدها. بتروجيت فريق مرعب لا يقل عن انبي في شيء، ان شاء الله يرجعوا كبار كما عودونا. وادي دجله وسموحه، اللقاء انتهى بهدفين مقابل هدفين يا كابتن عادل، وحصل مشكله بين ميدو المؤمن سليمان. لو حابب تعلق مش حابب تعلق خلاص. انا نفسي اعلق بصراحه، بس التعليقات ما بتجيبش نتيجه. لا احنا بنتكلم لا احنا عاملين دخل ثقافات، عاملين نتكلم ان احنا يعني بنربي اجيال جديده وعايزين نعمل ثقافه جديده للمدربين، واحنا بنبنيها من الهداف في نفس الوقت. يعني النهارده عاملين نتكلم في جيل شباب ومدربين واعدين المفروض يعني، بس بنهدها بطريقه غير مباشره. اتمنى ان احنا يبقى في اتزان في التعامل شويه، اتزان في التصريحات،
في حاجات ممكن تمشي في اوروبا ما تنفعش تمشي في مصر والعكس. مش شرط كل حاجه ان انا بشوفها بره ممكن تبقى موجوده هنا. مش ثقافه الانتقاد مش موجوده عندنا خلي بالك بشكل كبير، يعني ثقافه الانتقاد بالذات بين المدربين مش موجوده اساسا، مش موجوده ومش هينفع تبقى موجوده. ان احنا ما عندناش الثقافه اللي تقدر تخليها تبقى موجوده. فاتمنى تبقى الامور هاديه والامور ترجع لصوابها. مباراه فنيه، مباراه كويسه قوي، فرقتين كويسين، فرقه دجله وفرقه سموحه فرقتين كويسين. كابتن مؤمن سليمان بيأدي بشكل كويس جدا، يعني حط رجله بشكل كبير جدا في خريطه المدربين في مصر. المدربين اللي ليهم يعني المصنفين في مصر. ميدو نفس الشيء، ميدو برضه بيأدي بشكل كويس. اتمنى بس ان هو يبقى يعني الهدوء، يبقى فيه هدوء شويه، وهو رايح لحاجه كويسه في مصر. ان هو لسه بتتكلم في 34 سنه، عندك كام خبرات كويسه، عايز خبرات ميدو طبيعي. خبرات، بص خبرات يعني، بس طول ما انت حياتية. مدرب، طول ما انت عايش في الدنيا تتعلم. طول ما انت 40 سنه 50 سنه، طول ما انت عايش يوم عن يوم بتعلم. فاتمنى ان هو يعني ياخد الحته دي بشكل كويس. يعني عايز تضيف حاجه كابتن عبد الناصر؟ كلام كابتن عادل طبعا مظبوط 100%. يعني حزين من الخناقه اللي حصلت بعد المباراه بين الاثنين، ما اعرفش مين السبب فيها طبعا. لكن انا ما كنتش موجود في الملعب، لكن انا اتفرجت على المباراه. مؤمن سليمان الشوط الاولاني كان مسيطر تماما على نص الملعب. كورته حلوه، الكره اللي هي الصغيره الضيقه. دجل اعتمد على الكور الطويله كتير، على عرفه، سيد مع ابراهيم النضاي من ناحيه الشمال. الجنب اليمين ده ما كانش شغال خالص. لما اشتغل الجنب اليمين الشوط الثاني سجل حسام عرفات من الجنب اليمين. يعني اتمنى زي ما الكابتن عادل بيقول، احنا كلنا بنتعلم، طول ما احنا بنشتغل كلنا بنتعلم، ما احنا عايشين. لكن يعني اتمنى الهدوء شويه بين المدربين، لان دي حاجه يعني بتخلي اللعيبه تقلدك. يعني انت كمؤمن سليمان راجل كبير، وميدو اللعيبه لما تشوف المدربين بيتخانقوا، طب اللعيبه هتعمل ايه في الملعب؟ وخاصه ان احنا يعني الاجيال اللي طالعه صعبه عن اجيالنا، يعني بالزبط. مش زينا احنا بالزبط. كنا زمان بنلعب الكوره للكوره بالزبط. دلوقتي الفلوس تحكمت في كل حاجه بالزبط. والعصبيه تحكمت في كل حاجه. اصلا كمان احنا عمالين نقول للمدربين الشباب، المدربين الشباب ان شاء الله يعني مدربين واعدين فعلا، ميدو او مؤمن سليمان ان شاء الله تركزوا في التدريبات، هتبقوا احسن من كده مليون مره. وبلاش حته العصبيه، وزي ما احنا بنقول طول ما احنا عايشين هنتعلم. أنا كابتن اتكلمنا عن لقاء طنطا والزمالك بما فيه الكفايه، المقاولين وامبي. المقاولين وامبي كابتن عادل، المقاولين وامبي يعني انا شايف المقاولين كان يعني عنده فرص اكتر في المباراه. المقاولين برده منتشم بعد مباراه سموحه. يعني تعادل بطعم فوز. كابتن عوده طبعا برده بنثني عليه برده، يعني من الحاجات برده كويسه لفرقه المقاولين ان هم جالهم دروبات في فترات كده متباينه في السنه. السنه اللي فاتت عوده لا، في اصل هو يعني على حسب الادوات اللي عندي. أوكي. الادوات اللي موجوده عندي والنهار والاهداف ايه. السنه اللي فاتت عوده كابتن عوده لما مسك كان بنفس على هبوط من بدايه السيزون، يعني من الوقت اللي مسك فيه بنفس على هبوط واخد فتره صعبه شويه. بس دلوقتي بتتكلم المقاولين بعيد برضه، خد بالك لما بتيجي حتى تشوف الفرق اللي موجوده في بتنافس على الهبوط، لا بعيد شويه، بعيد ومحدش يجيب سيره المقاولين خالص. فاعتقد ده برضه نجاح لي يعني. تمام. الاسماعيلي والمصري اخر، الاسماعيلي والمصري النهارده انتهى فوز الاسماعيلي 2-1. كانت مباراه حلوه. زي ما اتفقنا الكابتن امين عمر الحكم حسب ضربه جزاء، بنحييه عليها. غير كده يعني عاجبني اداء المصري مع الكابتن حسام حسن، بس بعيب عليهم حاجة واحدة، إن هم أدائهم شرس حتى في التحاماتهم مع اللعيبة. يعني الحماس اللي عند كابتن حسام حسن، بنقول اللعيبة، اللعيبة بتقدم حماس رهيب، بيجروا أنا بنهج وأنا بتفرج عليهم بصراحة، بيجروا كتير. بس المشكلة إن حتى التحاماتهم عنيفة جدا مع الخصم، فدي لازم ياخدوا بالهم منها. الإسماعيلي ابتدى يعود. أنا بصراحة زعلان على المدير الفني الأجنبي اللي مشي من الإسماعيلي، الاشتراكة يعني اشتراك. واضح إن هو كان عامل شغل كويس، وهم دلوقتي بيجنوا ثمار الشغل ده. الإسماعيلي ابتدى يرجع للكورة الحلوة اللي إحنا نعرفها عنها، ابتدى يهاجم بشراسة. مشي برضه لسبب ما يعني، ما مش عارف طبعا السبب، لكن كابتن ابو طالب العسوي هيكمل، ابن من كل التوفيق طبعا محمد محسن ابو جريشه، ولاد الاسماعيلي هيكملوا. نتمنى الاسماعيلي نشوفه يعود للزمن الجميل بتاع الاسماعيلي والكره الحلوه بتاعه الاسماعيلي. والمصري برضو يعني عامل موسم كويس قوي السنه دي، ما نزعلش ان يعني جمهور المصري
ما يزعلش ان بيخسر مثلا ثلاث اربع مباريات ورا بعض، لان ده طبيعي اي فرقه بيحصل لها دروب عادي، وخصوصا لعيبه المصري ما عندهاش الخبره الكافيه قوي بعد ما خرجوا من الكونفدراليه حصل لهم دروب، حصل لهم دروب لان هم كان سقف طموحهم عالي في البطوله دي. يعني تتبقى مباراه ان شاء الله الاهلي والانتاج يوم الاحد، كل التوفيق للنادي الاهلي، شرفتنا ونورتنا ليك حبيبي ميدو، ربنا يخليك بيك والله بكلامك جميل، ربنا يخليك، ربنا يخليك ميدو، مبسوطنا معاك ومع كابتن عبد الناصر وموفق دايما ان شاء الله، ربنا يخليك عندنا يا كابتن عبد الناصر، شرفتنا ونورتنا حبيبي والله، انا سعيد ان انا في قناه النادي الاهلي النادي الكبير، وسعيد ان معاك طبعا كابتن ميدو وكابتن عادل زمايلي في الملعب، يعني ربنا يوفقك كده في الله يخليك. يعني للاسف وقتنا خلص، اخر حاجه هختم بيها، الاسباني اخوان مكيده المدير الفني يستحق لقب الافضل في هذه الجوله بعد الاداء الذي ظهر به مع فريقه، ايضا الكابتن احمد كشري يستحق برضو المدرب الافضل، لكن يتبقى او يغرد النجم الكبير كابتن حسام البدري في القمه بعد الاداء اللافت الانظار مع النادي الاهلي وتصدره وتعليه لهذه المسابقه، والاهلي دائما فوق الجميع، نورتوني وشرفتوني، تصبحوا على الف خير.